السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا لعبة ايس ايج 2. طبعا احنا عارفين سلسلة افلام ايس ايج هي 4 افلام، بس نازل اللعبة اول جزء فيها هي ايس ايج 2. هندخل على الرابط اللي تحت الفيديو، هنحمل اول جزء حجمه 97 ميجا، والتاني جزء حجمه 80 ميجا، يعني الجزئين على بعض حجمهم 177 ميجا تقريبا. بعد ما يخلص التحميل هيظهر لنا ملفين مضغوطين زي دول. هندخل في الاولاني ديسكتوب، وتروح في التاني وتقول له اكستراكت تو ديسكتوب، هتقول له يس اول. دي طريقة الاستخراج الصحيحة، اعذروني بس انا غلطت في الاول، عشان كده هيحذف لك ملفات اهو. بعد التحميل هيظهر لنا الملف ده، هتدوس على انستليتور، وتدوس على اي زرار عشان يبدا التثبيت. هتفضل برضو تدوس اهو، تفضل تدوس على نفس الزرار لحد ما يبتدي التثبيت معاك. انا هوقف التسجيل وهرجع لكم بعد انتهاء التثبيت. بعد انتهاء التثبيت هيظهر لنا طبعا ايقونات اللعبة، هندوس على دي الاول، وهندوس على انستول 6 مرات. ونقول له كلوز، ونقوم نفتح اللعبة من الايقونة بتاعتها. نشغلها تشغيل كمسؤول، نستنى. كانت هي دي اللعبة شغالة زي ما احنا شفنا.
كده حلقتنا خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشتراك في القناة وعمل لايك كومنت للفيديو ومتابعتي على المدونة بتاعتي عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.